الفلوس، راح ضاح التصويت، ضاح الشمري يا قلبي. واقفين عند المحطة ويا اخلص. يلا يلا يا ثامر يا هلا بضاحي. يا ضاحي ضاحي اعطونا الدولاب الضاحي. بسم الله، كيف حالك يا ضاحي؟ الله يعافيك. اجازه سعيده، تحيه لك ولها الحايل كله. الله يسلمك. ولهلك خاصه يا حبيبي. يا مرحبا، كل عام وانت طيب ان شاء الله. انت طيب. حلوه ها؟ استهل. ناس يسوون عمليات عليها. يلا يا ولد لا تحرج، اصبر شوي. يلا تخصم يا ضاحي. خصمك عطى غيرك، خصمك عطى غيرك. اقرب 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 يا ضاحي. يلا يا ضاحي تكفى يا ضاحي، هذا عند رجولك. سلطان الحصان بينك وبين احد. سلطان تكفى، قول لك انه محبوب. ولا تشيل لك خصم 1000 و1000. والله اني بموقف يا جبان. ما انا يا علّه ما عاده يا ولد. ها يا علّه ما عدت ما ابي يا ولد. ما شو اسوي؟ ها اخويا يضغطون عليه. ما تقدر يا جماعه، ما تقدر. ها يا ضاحي. والله ما تقدر. الله توتر يا ضاحي. عطني صوت ترقب يا منيب كذا يقطع قلبه شويه. لا لا تقطع علي. يلا عندي جبهه من الحلقه. قطع علي. ما تقدر ما تقدر. اجيك قطع علي. طيب اختار. تكلمني شوفهم. اختار قرعه عادي. لا ما تختار قرعه يا حبيبي، اختار واحد هنا موجود على الكراسي. ما تقدر انت تخاف. انت تخاف. لا لا يقدر، لا يقدر يا ابو فالح. ما تقدر. اقول ما يشيل الحمول الا جمالها. ها هاتها. قطع. مين؟ ما تقدر. قطع. ما تقدر. عندي. من هو؟ ما تقدر. عندي. بسام، بسام السيف. بسام السيف هو خاصم 1000. إذن بسام، بسام 1000 يا بسام. بالعكس. وبسام ما معه إلا 500، ليش جلت بسام؟ ليش جلت بسام؟ اعذرني. بالعكس والله يا ابوي. والله يقول اعذرني. أنا اللي طلبت منه يا أبو حاب وأبو البراء. بالعكس. والله يعرك. لا لا عادي. والله يعرك. هلا حمادة. هلا هلا. كل عام وأنت طيب. والله ليش لا؟ سلم. اي نعم. يعني هذه ثاني مرة نستبعدك أو ثالث مرة نستبعدك من الفقرة يا حماد. استبعدتوني. بدأت الفقرة يا حبيبي. والله جانا خلاص. يا عم أنت بخير. أنت بخير. كل عام وأنت طيب. قاعدين فايزين. كيف حالك؟ شلون أمك؟ طيبة طيبة. يا رب يشد من حالك. آمين يا رب. أبو أمس كان في فياض. إيه. وطلعت مستعجل وطحت. ما عليك. تكسرت. شد حيلك للثاني. ما عليك. استبعدتوني؟ إي أنت معك 4 مو أنت لحالك. أنا إيش دخلني؟ الفقرة بدأت وانتم ما احترمتوا وقتها، بس هذا المقصد ولا ما في شيء ثاني؟ للأسف أبو سعد والله مو بقصد. I love you، نحبك يا حبيبي. طيب إذن أعطونا السؤال. إذن يحمل الحمول الثقيلة بسام، وبسام يعني كثرت عليه. السؤال يقول: من هو أشهر خطباء العرب الجاهلية؟ الحجاج ولا زياد ولا قس بن ساعدة؟ يلا ها. الحجاج بن يوسف. حجاج. حجاج وقف. حجاج مشهور بسيفه بظلمه، ولكن قس بن ساعده واجابه خاطئه. اذا اعطونا الدولاب. حظ اوفر، ومدري انك متوتر ومعوض خير والامور طيبه ان شاء الله. ما تدري يمكن ياخذ المركز الاول بسام. الله يجعله يا رب. يلا اعطونا الدولاب. الدولاب موجب ولا سالب؟ وبسام يقول يا رب انها بالسالب عشان يعوض. ها بسام. وموجب كم؟ 800. مبروك. يا سلام عليك. تستاهل. وخصم على خويك. هذا 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 يا ولد. اذا 800 يحصل عليها وخصم 1000.